قصص مستوحاة من الواقع. عصر العاشر من يوليوز من العام 10 و2000، وكان يوم السبت، تلقت قاعة المواصلات بولاية أمن الدار البيضاء مكالمة من رجل قال إنه من سانديك العمارة 51-200 بشارع الزرقطوني. أبلغ الرجل عن رائحة كريهة تنبعث من إحدى شقق العمارة. لم يستبعد المتكلم أن تكون رائحة جثة متحللة. قال إن حارس العمارة طرق باب الشقة أكثر من مرة ولكنه لم يتلقى ردا. قصد العميد محمد العمبري إلى العمارة المذكورة. كانت الشقة 25 توجد في الطابق الخامس، وهي في ملك مواطن مغربي مقيم في فرنسا أوكل أمر كرائها إلى مكتب للمعاملات العقارية يوجد في ساحة محمد الخامس. قال حارس العمارة إنه حاول الاتصال بالوكالة العقارية ولكنها كانت مغلقة للعطلة السنوية، ولذلك فإن السانديك اضطر إلى الاتصال بالشرطة. طرق العميد العمبري باب الشقة، لا من مجيب. اتصل بممثل النيابة العامة المكلفة بالمداومة. كانت التعليمات تقضي بأن لا يتسرع في اقتحام الشقة وأن يبدأ بإجراء بحث يشمل سكان الشقق المجاورة لمعرفة من يتردد على تلك الشقة. وبعد الاستماع إلى عدد من الجيران علم من أحدهم أنه رأى مرة مساعد البقال أسفل العمارة المجاورة وهو يغادر الشقة بعد أن أدخل إليها بعض الأشياء. نزل العميد إلى محل البقالة. كان صاحب المحل غير موجود لحظتها. ترك له العميد العمبري رقم هاتفه طالبا أن يتصل به فور حضوره. طلب من حارس العمارة أن يبقى يقظا ثم عاد إلى مقر ولاية الأمن. في 7 مساء أبلغ بأن صاحب محل البقالة ينتظر زيارته. انتقل فورا إلى شارع الزرقطوني. علم من البقال أن الشقة مستأجرة من قبل رجل من الرباط يشغل وظيفة مهمة، وأنه يأتي إليها من حين إلى آخر ليمضي بها بعض الوقت ثم يغادر. قال البقال أيضا إن الرجل المهم يوكل إليه في كثير من الأحيان أن يحمل إلى الثلاجة فواكه ومشروبات، وإنه كان قد ترك له نسخة من مفتاح الشقة. على الفور طلب منه العميد أن يحضر المفتاح ويرافقه إلى الشقة. لما فتح الباب صارت أقوى تلك الرائحة المنبعثة من الشقة. دخل العميد ويده على أنفه. في الغرفة الوحيدة في تلك الشقة الصغيرة بجوار المطبخ والحمام تم اكتشاف جثة امرأة شابة على الفراش. كانت عارية وقد بدأت تتعفن. كانت ملامح وجهها توحي بأنها قضت اختناقا. عيناها جاحظتان. أمر العميد أن تبقى في الوضع الذي وجدت عليه. سارع إلى إبلاغ نائب وكيل الملك الذي أمر بمباشرة المعاينة وباتخاذ كل ما من شأنه أن يحافظ على معالم الجريمة. لاحقا حضر نائب وكيل الملك وتم انتداب مصلحة مسرح الجريمة والطبيب الشرعي للقيام بالخطوات الأولى على طريق البحث عن حل للغز الجثة. تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات. بعد 4 ساعات كان الطبيب الشرعي يحاول إنطاقها، في حين تمكن خبير مسرح الجريمة من اكتشاف عدة آثار لبصمات كانت واضحة بما يكفي، بصمات في غرفة النوم وفي المطبخ وفي الحمام أيضا. رجح الخبير أن الحمام يحتفظ بآثار ما اعتقده المعركة الأخيرة للضحية من أجل البقاء. كان الستار البلاستيكي للحمام قد اقتلع من مكانه. تم العثور عليه ممزقا فوق الفراش في غرفة النوم. حصل العميد العمبري من البقال على رقم هاتف الرجل الذي يكتري الشقة. كان يدعى عباس الفارسي. في الواقع وجد البقال نفسه في موقف لا يحسد عليه، فهو يتوفر على مفتاح شقة وجدت بها جثة امرأة، وإلى أن يثبت العكس فهو مشتبه فيه. وحتى يبعد عن نفسه الشبهة فإنه أبدى حرصا شديدا على التعاون مع المحققين وإلى أقصى حد ممكن. كشف للعميد العمبري
أن رجلا آخر اسمه علي الشلواطي يتردد أيضا على تلك الشقة. قال إن الرجلين رغم كونهما تخطيا منذ زمن بعيد زمن الصبا والشباب، فإنهما كانا يستعملان الشقة مكانا للقاء بنساء يقضيان معهن لحظات حميمية. قال إن الواحد منهما لما يكون قادما إلى الشقة يتصل به ويطلب منه أن يزود الثلاجة بالفواكه والمشروبات. كان قد اتفق معه أن يترك الباب مواربا. لما سأله العميد رد البقال أنه لا يعرف النساء اللواتي كن تأتين إلى الشقة، كن تتسللن إليها دون أن تثرن الانتباه. أضاف أنه موقن أن الأمر لا يتعلق ببائعات الهوى بل بنساء حريصات على أن لا يعلم أحد بما كن تقمن به. اتصل العميد هاتفيا بالسيد علي الشلواطي وطلب منه الحضور إلى شقة شارع الزرقطوني. بعد أقل من ساعة كان الرجل حاضرا. فاجأه وجود سيارات الشرطة أسفل العمارة، كان يبدو خائفا. أخذه العميد إلى المكتب المخصص لاجتماعات السانديك، أكد له أنه يتقاسم الشقة أعباء كرائها واستعمالها مع صديقه السيد عباس الفارسي. علم العميد أن الرجل يعمل مدير أحد الأقسام في إحدى الوزارات في الرباط. قال علي الشلواطي إنه لا يعرف المرأة التي عثر عليها ميتة في الشقة وإنه لا علاقة له بها، وكان أحد الأعوان قد رافق الشلواطي إلى المشرحة حيث تعرف على المرأة. قال إن صديقه عباس الفارسي كان يتخذها خليلة منذ بضعة أشهر. استنتج العميد أن الصديقين كانا يحرصان على ألا تلتقي النساء اللواتي يقيمان معهن علاقات. كان الرجلان وقد اقتربا من الستين شديدي الحرص على ألا يفتضح أمرهما. كثيرات من النساء اللواتي أقاما معهن علاقات كن في عمر بناتهما. أكد علي الشلواطي ما قاله البقال بشأن الكيفية التي تتسلل بها النساء إلى الشقة. كان على العميد أن يستمع إلى الشريك الآخر في الشقة عباس الفارسي. حصل على رقم هاتفه الشخصي من البقال، اتصل به ولما أجاب طلب منه الحضور إلى مقر ولاية أمن الدار البيضاء لأمر يهمه. لم يرد العميد أن يخبره هاتفيا بالموضوع. كان الرجل يتحدث بنبرة فيها تعال واضح. رد على العميد بلهجة حادة، هدده بأنه سوف يتصل بوالي الأمن ليشكوه إليه لأنه تجرأ على إزعاجه بينما هو في عطلة نهاية الأسبوع. إذ ذاك أبلغه العميد بأن صديقه علي الشلواطي متورط في جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة عثر على جثتها في شقة شارع الزرقطوني بالدار البيضاء. أبلغه أيضا بأن صديقه الشلواطي يزعم أن المرأة كانت صديقته هو، وعليه أن يحضر إلى مقر ولاية الأمن للاستماع إليه. كان العميد العنبري يسمع أنفاس الفارسي الذي صمت لحظات كادت تطول، بعدها خفف من حدة خطابه، اعتذر عما صدر عنه وطلب من العميد أن يمهله إلى الغد. قال إنه بصدد إعداد ملف يتعين عليه أن يقدمه إلى الوزير. كانت سنوات العمل الطويلة قد عودت العميد على حدة الخطاب وأحيانا الجرأة الخارجة عن حدود المقبول التي كان يقابل بها رجال الأمن من أشخاص يظنون أنهم فوق كل شبهة وأن مناصبهم تحميهم من المتابعات. لما أنهى مكالمته مع الفارسي وقف بباب المكتب عون من مصلحة التشخيص القضائي، كان يحمل جذاذة تخص هوية المرأة التي اكتشفت جثتها في شقة شارع الزرقطوني. اسمها عتيقة بن راجي، من مواليد فاس في 25 من مارس إلى العام 80-900 وألف. مهنتها مضيفة طيران تعمل لحساب شركة فرنسية. عنوان إقامتها حي بوسيجور بالدار البيضاء. توصلت مصلحة التشخيص القضائي بولاية أمن الدار البيضاء إلى تحديد هوية الجثة التي تم اكتشافها في 10 يوليوز من العام 10 و2000 في شقة بعمارة تقع في شارع الزرقطوني. مساء ذلك اليوم
وقف بباب مكتب العميد محمد العمري عون من مصلحة التشخيص القضائي وبيده جذاذة تخص الضحية. في نهاية المطاف تسنى رفع بصمات الجثة وإن بصعوبة بالنظر إلى الحالة التي كانت عليها. نذكر أن ما أثار الانتباه إلى وجودها في الشقة الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث منها. نطقت البصمات بهوية صاحبتها، يتعلق الأمر بعتيقة بن راجي، وهي شابة من مواليد فاس في 25 من مارس من العام 80-900 تقيم في حي بوسيجور بالدار البيضاء، ومهنتها مضيفة طيران كانت تعمل لحساب شركة فرنسية. مر بنا في حلقة أمس أن شقة شارع الزرقطوني كان يكتريها رجلان، أحدهما يشغل منصب مدير مصلحة في إحدى الوزارات واسمه عباس الفارسي، أما صديقه الذي يقيم بالدار البيضاء فاسمه علي الشلواطي. كانت التحريات التي قام بها الباحثون على رأسهم العميد العمري قد أفضت إلى أن الرجلين عباس وعلي يتعاملان مع بقال أسفل العمارة المجاورة للعمارة حيث توجد الشقة. علم العميد أنهما كانا يستعملان الشقة 25 الموجودة في الطابق الخامس من العمارة لقضاء أوقات حميمية مع خليلات لا يبدو أنهن من بائعات الهوى المحترفات. كان الرجلان لما يرغبان في استعمال الشقة يتصل الواحد منهما بالبقال فيطلب منه تزويد ثلاجة الشقة. كان قد اتفق معه أن يترك الباب مواربا بعد أن يضع البضاعة في الثلاجة. إذاك تتسلل الواحدة من تلك النسوة إلى الشقة دون أن تثير الانتباه. كان البقال في موقف حرج، صار من المشبوه فيهم إذ اكتشفت لديه نسخة من مفتاح الشقة. ربما كان الحال أهون لو تعلق الأمر بسرقة أو، ولكنه يتوفر على مفتاح شقة عثر بها على جثة امرأة. هذا الموقف جعل البقال يبدي تعاونا كاملا مع المحققين، كان يسعى جاهدا إلى الانفلات من نطاق الشبهة. صباح اليوم التالي الأحد كان العميد على موعد مع عباس الفارسي، وكان الأخير قد سعى إلى تسخير علاقاته بما يوفر له نوعا من الحماية، وفي سبيل ذلك اتصل بمدير الشؤون الجنائية في وزارة العدل الذي اتصل بممثل النيابة العامة بالدار البيضاء وأوصاه خيرا بالسيد عباس، لكن دون التهاون في تطبيق القانون. مثل هذه المساعي لم تكن بالأمر الجديد بالنسبة للعميد العمري. كان العميد يعي حساسية الموقف الذي يوجد فيه السيد عباس الفارسي، ولذلك كان حريصا على تفادي تسريب الخبر إلى وسائل الإعلام. وصل الرجل في الموعد المحدد، تبدل خطابه بين أمس واليوم، صار لبقا، بل إن ملامحه كانت تعبر عن نوع من الاستعطاف. سأله العميد عن صلته بعتيقة بن راجي، ولكنه عوض الإجابة عن السؤال مباشرة راح يشرح حساسية الموقف الذي يوجد فيه ويتساءل عن الذي سيحدث لو علمت زوجته وأبناؤه وبناته. في النهاية أقر بأنه كان يتخذ عتيقة خليلة منذ بعض الوقت، وإنه في المرة الأخيرة التي التقاها تركها كدأبه في الشقة بعد أن ضاجعها. كان متفقا معها على أن تغادر الشقة بعد أن يكون هو قد انصرف منذ فترة حتى لا يثير الشبهات. كان يطلب إبعاده عن قضية القتل، ولكن العميد أجابه بأن بصماته موجودة في كل مكان في الشقة، وذكره بأنه لا يحق له أن يغير شيئا في الملف. لما استمع إلى أقواله طلب منه التوقيع على المحضر، وبعد أن تم أخذ عينة من دمه لإحالتها على المختبر ودعه وطلب منه أن يبقى على استعداد للمثول فور استدعائه. لم يتم وضع عباس الفارسي رهن الحراسة النظرية. ظهر ذلك الأحد في المستودع البلدي للأموات باشر الطبيب الشرعي تشريح جثة الضحية. كان العميد محمد العمري وهو يغالب الإرهاق الذي يعانيه يتابع عملية التشريح مرحلة بمرحلة، وقد أكدت نتائجها الأولى الفرضية التي نطق بها الطبيب الشرعي عند معاينته الأولية للجثة. تأكد الآن أن المرأة الشابة عتيقة بن راجي إنما ماتت اختناقا، خنقها قاتلها بستار الحمام
الذي عثر عليه ممزقا بالقرب من الفراش حيث انتهت مضيفة الطيران جثة بلا حراك. قال الطبيب الشرعي إن عتيقة تعرضت للخنق أثناء استحمامها، وإن جثتها تحمل آثار علاقة جنسية. أخضعت لكشط مهبلي وأحيل السائل على المختبر للتحليل. أكدت مصلحة التشخيص القضائي أن من بين البصمات التي اكتشفت في الشقة بصمة للسيد عباس الفارسي، كان رقم بطاقة تعريفه الوطنية كافيا للتحقق من ذلك، فقد تفادى العميد إحالة الرجل على التشخيص القضائي لأخذ بصماته. قرر عباس أن يمضي ليلة الأحد إلى الاثنين في ضيافة صديقه وشريكه في الشقة علي الشلواطي. في تلك الليلة لم يغمض للرجلين جفن، ظل يتدارسان كل الاحتمالات ويفكران في كل الحلول الممكن منها والمستحيل. كان عباس الفارسي الموظف السامي يعلم أن العميد قد يستدعيه في الغد للمثول أمامه من جديد. من الأمور التي ظلت تحير العميد محمد العمري أن فريق مسرح الجريمة لم يعثر في الشقة على أثر لبصمات البقال، بالرغم من أنه أقر بأنه كان يدخل الشقة وينقل إليها طلبيات علي الشلواطي أو عباس الفارسي. تبادر إلى ذهن العميد احتمال أن يكون البقال كان يستعمل القفازات عندما يلج الشقة، أو أنه حرص على محو كل أثر لدخوله إليها، ولذلك قرر زيارته من جديد في محله في ساعة متأخرة من مساء الأحد. وبينما كان في الطريق إليه تلقى مكالمة من مدير مختبر التحليلات، أبلغه بأن ما استخرج من مهبل الهالكة يمثل سائلين منويين، أحدهما لعباس الفارسي والثاني لشخص غير معلوم. لما وصل طلب العميد من البقال أن يشخص أمامه كيف كان ينقل الطلبيات ليضعها في الثلاجة وكيف يغادر الشقة. جاءت إعادة التشخيص مطابقة تماما لما سبق أن أقر به الرجل. كان يتناول مفتاح الشقة الذي يضعه في الدرج حيث يضع المال المتحصل من تجارته، يأخذ البضاعة المطلوبة ثم يتوجه إلى الشقة، يفتح الباب، يتوجه إلى المطبخ ويضع البضاعة في الثلاجة، ثم يغادر تاركا الباب مواربا. في طريق العودة رافق العميد البقال، ولما وصل المحل لاحظ العميد وجود مساعد للتاجر لم يكن قد رآه من قبل. كان شابا يقوم بتنظيف المعروض من الخضر. سأل عنه البقال فأكد له أنه مساعده. تقدم العميد من الشاب وسأله عمن يكون. قال إنه من أقرباء البقال يساعده منذ عدة أعوام في ترتيب البضائع وتنظيفها، كما أنه يحمل الطلبيات إلى منازل عدد من الزبناء. لاحظ العميد أن الشاب يرد على الأسئلة بسرعة لافتة للانتباه، وكأنه أعدها من قبل، وكأنه توقع الأسئلة التي تطرح عليه. وحتى لما سأله العميد أين كان في تلك الليلة التي يفترض أن عتيقة بن راجي تعرضت فيها للقتل، رد الشاب بشكل شبه آلي أنه كان في عطلة وذهب إلى المدينة متفسحا في شوارعها. لم يكن يتوقع أن يسأله العميد عما إذا كان هو من زود ثلاجة الشقة 25 ذاك المساء. رد الشاب بالنفي. بالنسبة للعميد فإن الرجل من حيث لا يدري أكد أنه دخل الشقة من قبل. صار الآن في قائمة المشبوه فيهم شخص جديد هو مساعد البقال. أمر العميد بنقل البقال ومساعده إلى المفوضية يتعين الحصول على بصمتهما الجينية للتحليل. بعد تدوين أقوالهما في محضرين أخلى سبيلهما وطلب منهما أن لا يغادر محل البقالة. في ساعة متأخرة من الليل آوى العميد إلى فراشه، ولكنه لم يستطع النوم إذ ظلت القضية تشغل باله. في الصباح اتصل بمدير المختبر يستعجله نتائج التحليلات. كان الأخير قد توصل بها لتوه. أبلغه بأن السائل المنوي المجهول الذي استخرج من مهبل الجثة إنما هو لمساعد البقال المدعو موسى الناقور. صار ضروريا الآن إخضاع موسى لاستنطاق جديد. لما أحضر فاجأه العميد بسؤاله عن المرة الأخيرة التي زار فيها الشقة المعلومة.
أجاب كما في الاستجواب السابق بأنه لم يزورها يوم تعرضت عتيقة للقتل. سأله عن محل سكناه فقال إنه غالبا ما يبيت في الدكان، وإن كان يستأجر غرفة في عمارة بحي مولاي رشيد. قال إنه لا يذهب إلى تلك الغرفة إلا حين يكون في عطلة. يقتضي التحقيق تفتيش تلك الغرفة. انتقل معه العميد إلى حي مولاي رشيد، أخضعت الغرفة إلى تفتيش دقيق، لم يظهر ما يفيد البحث. وفي لحظة أخيرة نظر العميد في كأس من البلاستيك كان في الحمام، كانت به شفرات حلاقة مستعملة ومقص ومفتاح. تناول العميد المفتاح، لم يكن به صدأ بالرغم من رطوبة المكان. سأل العميد موسى عن المفتاح فادعى أنه لا يتذكر مصدره. رأى العميد أن المفتاح جديد وقد يكون نسخة استحدثت من وقت قريب. لما عاد إلى المفوضية قارن ذلك المفتاح بالمفتاح المحجوز والذي كان في حوزة البقال، كان متطابقين. نقل موسى إلى الشقة وتم إحضار البقال. تم استعمال المفتاح المحجوز والذي كان لدى البقال ففتح الباب، ثم تم استعمال المفتاح الذي عثر عليه في سكن موسى ففتح الباب. اتصل العميد بعباس الفارسي وأبلغه بما جد في القضية. قال له ظهر ما يبعد عنك جناية القتل، ومع ذلك فإنه يتعين عليك الحضور إلى المفوضية مصحوبا بزوجتك للاستماع إلى شكايتها المحتملة في شأن الخيانة الزوجية التي تظل متابعا فيها. أدلى موسى الناقور باعترافات مفصلة. قال إنه لاحظ تردد نساء حسناوات على الشقة 25، وقبل بضعة أشهر تمكن من استنساخ المفتاح. كان يستغل الشقة للقاء بفتيات أغلبهن من الخادمات في تلك العمارة. لما رأى عتيقة انتظر أن يذهب عباس الفارسي، ولما انصرف تسلل إلى الشقة. كانت عتيقة في الحمام، باغتها، حاول الإمساك بها من الخلف، قاومت بقوة، أمسك بالستار البلاستيكي للحمام وخنقها به، كفت عن المقاومة، جرها إلى الفراش، ضاجعها وتركها ملقاة دون غطاء، ثم غادر المكان. كان العميد على موعد صباح الثلاثاء مع عباس الفارسي وزوجته لإقفال الملف، ولكنه لم يأتي في الموعد. اتصل به على هاتفه المحمول، لم يكن يجيب. ولما اتصل به في مكتبه أجابته الكاتبة، قالت إنه مات أمس في حادثة سير. علم العميد لاحقا أن عباس الفارسي لم يتقبل ضرورة إحضار زوجته إلى المفوضية، كان يخشى الفضيحة. كانت القضية تهيمن على كل حواسه. لم ينتبه وهو يسوق سيارته على الطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء أنه يسير بسرعة 180 كيلومترا في الساعة. في لحظة حاول تجاوز شاحنة، ولكنه تنبه إلى أن سيارة أخرى كانت بصدد التجاوز. اصطدمت سيارته بمؤخرة الشاحنة، لم يتبقى منها سوى صندوق الأمتعة والكراسي الخلفية. أرملة عباس برقوق في حي شلعلع بأطراف المدية في الجزائر، في منزل لا يبعد كثيرا عن مسجد القدس، سكنت عائلة برقوق. كانت تتكون من الأب عباس والأم نورية وولدهما الوحيد خير الدين. لم يكن في الظاهر من حياة هذه الأسرة ما يجعلها نشازا في النسيج المجتمعي لحي شلعلع. عمل عباس الأب حتى وفاته في العام 97-900 موظفا في البريد، بينما كانت نورية الزوجة خياطة تقليدية، ظلت تمارس تلك الحرفة حتى ضعف بصرها فتوقفت عن الخياطة، بينما استقر ولدها خير الدين في العاصمة بعد أن تزوج في العام 2005. في حي شلعلع لا تذكر عائلة برقوق إلا وهي مقرونة بالخياطة نورية، ومنهم من يكنيها برقوقة. وبرغم تخطيها 60 ببضع سنين فإن نورية ظلت تحتفظ بملامح تشي بأنها كانت على قدر من الحسن. تحكي نسوة ممن كن قريبات منها أن عباس رآها في مكتب البريد حيث كان يعمل وأنه فتن بها.
ولم يكن صعبا عليه أن يعرف عنوان عائلتها، خطبها وتزوجها. كانت نورية تحكي أن الحب الذي نشأ بينهما إنما تجلى حبا متبادلا بعد سنوات. وتحتفظ نساء من شلعلع بما قد يعد من أسرار نورية الخياطة أفضت بها في لحظة ما لزبونة ما على سبيل الفضفضة. بعد وفاة زوجها عباس برقوق وانتقال ابنها خير الدين إلى العاصمة، صارت نورية وحيدة، ولكنها كانت كثيرا ما تستقبل في منزلها من نساء الحي، من جاراتها ومن من كن لها زبونات. ومن جاراتها الأكثر ترددا على منزل نورية سيدة في أواخر الثلاثينات اسمها رابحة. كانت تعيش هي الأخرى وحيدة أغلب أوقاتها، فقد كان زوجها جنديا ولم ترزق ولدا ولا بنتا، وكانت كثيرا ما تردد أنها لم تفقد الأمل بعد. كانت رابحة تدعي أنها تقرأ الفنجان، وكانت نورية تجد في ذلك بعض المتعة وما تملأ به فراغات يومها. كانت المتعة تزيد حين تجتمع في منزلها ثلاث أو أربع من تلك النسوة من معارفها، فتتولى رابحة قراءة فنجان كل واحدة منهن زاعمة أنها تأتيهن بأنباء من الغيب. ومما كان يثير الفضول وغير قليل من الاستغراب أن رابحة كانت كلما قرأت لنورية فنجانها أدخلت في قراءتها ما تسميه بشارة، وكانت البشارة التي تلازم فناجين نورية كلما قرأت أنها ستعثر على كنز. لم تكن المرأة تعير كبير اهتمام لتلميحات بشارات رابحة وتكتفي بالضحك. لم يكن سرا لدى كثير من النساء اللواتي ظلت لهن علاقة بنورية أن المرأة كانت تحب الذهب، وأن كل ما ادخرته على مدى السنين الماضية من عمرها كان حليا ومصوغات من الذهب. ولم يكن غريبا أنها كما نساء كثيرات تقول إن الذهب وسيلة ادخار آمنة ومضمونة. ولعل من تلك النسوة من تساءلت يوما عن قدر الذهب الذي تكنزه نورية ولم تكن تتزين بقطع منه إلا نادرا، وكان ما يظهر عليها من تلك الحلي اللماعة قطعا لا تخفى على ذات نظر قيمتها الرفيعة. وقد تكون إحداهن خالتها تضع كنزها ذاك في صندوق في مكان ما من منزلها وودت لو تظهر عليه مرة. في العام 2007 في 15 من مارس سافرت نورية إلى العاصمة لقضاء بضعة أيام عند ولدها خير الدين، أمضت هناك 4 أيام. ولما عادت إلى المدية ظنت أن المنزل قد فتش في غيابها، وأن من قام بذلك حاول ألا يترك أثرا واضحا. لم يكسر قفل الباب ولكنه فتح بمفتاح. لاحظت المرأة أن الذي دخل منزلها في غيابها حاول فتح باب غرفة النوم، بل إنه حاول كسر قفلها ولم يتمكن من ذلك. كان في الذي حدث ما يبعث على الخوف، فالذي يملك مفتاح الباب الخارجي ربما عاد مرة أخرى. جلست نورية على حافة سريرها تفكر في الذي ينبغي عمله. هل تبلغ الشرطة؟ هل تخبر ولدها؟ ما جعلها تتردد أنها تفقدت الصندوق الذي تضع فيه حليها ووجدته مكانه ولم ينقص منه شيء. ولأنها لن تستطيع الاحتفاظ بالأمر لنفسها، فقد باحت بالذي حدث يوم تجمعت بعض النسوة في منزلها كما ألفنا ذلك، وكانت بينهن قارئة الفنجان رابحة. أبدت النسوة استنكارا ظاهرا لما تعرض له منزل نورية الخياطة، وما لبثنا أن اتخذنا الذي حدث موضوعا للمتهن، وطلبنا من رابحة أن تستكشف الأمر. علت قهقهاتهن المكان. أخرجت رابحة لعبة ورق وبدأت تطرح منها على الطاولة وهي تسرد تكهناتها. قالت إن البيت، وتعني منزل نورية، فتح بمفتاح، وإن من قام بذلك جاء قبل مغيب الشمس. سكتت قليلا وعم الصمت الغرفة حيث يجلسن، ثم استأنفت وقد أغمضت عينيها أن من دخل البيت كان يبحث عن كنز.
فتحت عينيها وكان النسوة المتحلقات حول الطاولة ينظرن إلى أوراق اللعب وكأنهن يريدن اكتشاف شيء ما تبوح به تلك الأوراق. ضحكت رابحة وهي تحاول أن تظهر مدى التعب الذي نالها من استقراء ما تخفيه أوراق اللعب مما تعده من أنباء الغيب. قالت لنورية: ألم أخبرك في مرات ماضية أن في منزلك كنز مدفون؟ اكتفت نورية بابتسامة كادت تخلو من كل معنى. لما انصرفت النسوة وآوت نورية إلى وحدتها عاودها التفكير في الذي عليها أن تقوم به، ثم إنها قررت أن تغير قفل الباب فقد يتسلل إلى المنزل لص وهي نائمة، وعادت بتفكيرها إلى ما قالته رابحة وهي تقوم بدور العرافة، فيما قالته الكثير مما يوحي بأنها قد تكون على علم مسبق بما جرى. تساءلت أيضا عن المفتاح الذي استعمل في فتح باب المنزل، هل تم استنساخه على مفتاحها في غفلة منها أم هو مفتاح من مفاتيح تمت تجربتها إلى أن فتح واحد منها؟ أسئلة وأسئلة تزدحم في ذهنها. خلصت وقد صار يغالبها النوم إلى أن هناك من يسعى إلى السطو على مجوهراتها. صار راسخا في ذهن نورية أن هناك من يريد الوصول إلى كنزها الصغير، إلى تلك المجوهرات التي جمعتها منذ زواجها من عباس برقوق، الدمالج والعقد والخاتم التي قدمها لها مهرا زادت عليها حليا ومجوهرات أخرى تتفاوت قيمتها. كانت تحرص على التوفير من مصاريف البيت مقادير من المال تشتري بها من الحلي، ولذلك كان كثيرا ترددها على حوانيت الصاغة. لم يكن زوجها عباس يمانع في شرائها ما يطيب لها من تلك الحلي، بل إنه كان يمتدح ذوقها كلما جاءت بقطعة جديدة، وكانت تلك واحدة من سبل التعبير لها عن حبه. كلما تذكر لحظة من تلك اللحظات تفيض عيناها من الدمع، يخيل إليها أنها تراه حين تستحضر ذكراه، حينا تكلمه وحينا تبتسم. سنوات مرت الآن على رحيله، وسنوات انقضت على انتقال خير الدين وحيدها إلى الجزائر العاصمة. لولا تلك النسوة اللواتي تأتين إلى منزلها من وقت إلى آخر لكانت وحدتها أقسى وأشد وطأة عليها. كانت تتساءل وهي محقة عما إذا كان تغيير الأقفال يكفي لدرء ما يعتريها من خوف وقلق، ثم إنها قررت الأخذ بالأسباب وغيرت قفلي الباب الخارجي وباب غرفة نومها. منذ زمن بعيد الآن لم ينزل عليها ضيف من أقاربها أو أقارب زوجها، وكانوا يأتون قبل تلك العشرية السوداء، ثم صار الذي حدث مانعا لتلك الزيارات، بل إن الذي حدث محى أو كاد يمحو ذاك التزاور الذي كان بين الأقارب مهما بعدت بينهم المسافات. غياب تلك الزيارات بل انقطاعها يفسر ذاك الاستغراب الذي حاولت أن تكتمه وهي تفتح باب منزلها ضحى ذات يوم من أبريل من العام 2007، لتجد أن الطارق عبد الغني ابن عم خير الدين الذي جاء من وهران. لولا بعض الشبه الذي بينه وعمه الراحل عباس لما عرفته. لقد زار بيت عمه للمرة الأخيرة هنا في المدية قبل ما يقرب من 20 عاما. رحبت به وأدخلته، فهمت من مجاملاته التي هيمنت على بدايات حديثه أنه ما جاء إلى المدية إلا لصلة الرحم، لم يعلن لزيارته تلك غاية أخرى في اليوم الأول. في الغرفة التي كانت غرفة خير الدين لا يزال سريره ودولاب ملابسه، وقد رأت نورية أن تفتحها لضيفها الذي فاجأها. علمت منه وهي تعد طعام الغداء أن والدته توفيت قبل 5 سنين، والده توفي قبل شقيقه عباس، وأن شقيقه الأصغر مراد هاجر إلى فرنسا، وأن شقيقتيه تزوجتا وتسكنان وهران. حاولت نورية أن تستشف من حديثه الغاية الحقيقية التي جعلته يأتي إلى وهران هكذا فجأة، ورجحت أن يكون دافعه ذاك الإرث
الذي لم تتم تصفيته. كان جده والد عباس قد ترك أراضي فلاحية هامة في طفراوي غير بعيد عن مطار وهران، وقد تكون صارت الآن ذات قيمة. تعلم نورية أن وثائق تلك الأراضي كانت في حوزة زوجها الهالك، وأنها في جملة الأوراق التي جمعتها في نفس الصندوق الذي تضع فيه مجوهراتها. لما خطر ببالها ذاك الإرث تساءلت إن كان عبد الغني يعلم بأمر تلك الوثائق. كانت قد نسيت أمر ذلك الإرث الذي لم يصف بعد، وها هو الموضوع عاد ليشغل بعضا من اهتمامها. قررت ألا تحدث ذكرا عن ذلك حتى ترى ما سيبوح به عبد الغني الذي ظل كتوما، وقد انقضت الآن 3 أيام على وصوله إلى المدية. لاحظت أنه لم يسألها عن ولدها خير الدين سوى مرة واحدة حين أخبرته بأنه انتقل إلى العاصمة، ما لم يبح به عبد الغني. وكان ذلك مما أثار الاستغراب لدى نورية أنه لم يجب لما سألته عن عمله، اكتفى بالقول إنه يصارع الزمن كجزائريين كثيرين مثله. لم يكن في جوابه ذاك ما يطمئن نورية. صارت منذ أن حل بدارها تحكم إغلاق غرفة نومها. ثم فتح موضوع الإرث، موضوع تلك الأراضي في طفراوي، وسألها إن كان عمه عباس ترك وثائق تخص تلك الأراضي. قال لها إن أمه أخبرته ذات مرة بأن جده ترك أراضي هامة في ناحية مطار وهران، وأن أوراقها آلت إلى عمه عباس. لم يعد لدى نورية شك في أن ما جاء بعبد الغني بعد كل تلك السنين الطويلة تلك الأوراق. أجابته بأن الوثائق التي تخص عمه صارت الآن في حوزة ولدها خير الدين، وقد أرادت أن تكسب بعض الوقت لتخبر ولدها بذلك. بدا عبد الغني وكأنه لم يصدق ما قالته أرملة عمه، وبدا مستعجلا الاطلاع عليها، وطلب منها أن تعطيه عنوان خير الدين في العاصمة. أحست المرأة بإحراج، وبدا هامش المناورة لديها ضيقا، وعادته بأن تعطيه العنوان في الغد. وكذلك أسدلت الستار ولو إلى حين على هذا الموضوع المزعج. كانت تريد أن تتصل بولدها لتخبره بموضوع أرض طفراوي الذي لم يكن يعلم عنه شيئا. لقد صار جليا أن الوقت قد حان للحسم والتصفية. في اليوم التالي أفاقت نورية من النوم، فاكتشفت أنها أمضت ليلتها في غرفة الأكل. ظنت أنها نامت مدة أطول من مدد نومها المعتادة. أحست بصداع في رأسها وبجفاف في حلقها، ثم تماسكت ونهضت من مكانها تستجلي الذي حدث. مضى نظرها إلى باب غرفة نومها، كان مفتوحا ولم تكن تتركه مفتوحا. دلفت إلى الداخل فلاحظت سريعا أن الغرفة خضعت لعملية تفتيش دقيقة. مضت إلى حيث تضع صندوقها كنزها الصغير، بدا لها مكانه، ولما فتحته وجدته فارغا. أمسكت رأسها بين يديها، همت بالصراخ ولكنها لم تقوى على ذلك. كانت صدمتها قوية شلت كل قدرة لديها. تفقدت باب المنزل فوجدته مواربا والمفاتيح كلها معلقة إلى القفل. لم يعد هناك من أثر لعبد الغني، لقد تبخر وتبخرت معه كل المجوهرات وكل الوثائق. تمنت نورية أن يكون ما تعيشه كابوسا يزول ما أن تستفيق، ولكنه لم يكن كابوسا. لقد تعرضت للسرقة وعليها أن تبحث عن عبد الغني. الذي حدث لم يكن كابوسا كما تمنت نورية. تحس بصداع شديد، كل ما كانت تدخره من حلي ثمينة تبخر، ومعه تبخرت تلك الوثائق التي تخص الأرض التي تركها والد زوجها عباس في أطراف وهران. كل شيء ضاع في ليلة واحدة. لا يخامر نورية شك أدنى شك في أن الذي أخذ كنزها الصغير هو عبد الغني ابن عم ولدها خير الدين.
حدث ما صارت تخشاه منذ أن اكتشفت قبل شهرين أن أحدهم تمكن من فتح باب منزلها لما ذهبت إلى العاصمة لزيارة خير الدين. تحس بالدوار وحلقها يزداد جفافا. تماسكت ومشت متثاقلة إلى المطبخ وأخرجت من الثلاجة قنينة ماء، صبت منها في كأس تحتفظ به من زمن مضى، ثم إنها ملأت الكأس وأفرغته على أم رأسها ترجو التخلص من الصداع. مرت بجانب آلة الخياطة التي مكنتها من الحصول على الكثير مما ضاع منها الآن. خالتها تنظر إليها تواسيها. عادت إلى قاعة الأكل حيث كان آخر عهدها بعبد الغني. أنفاسها تتسارع، تظن أنها تعرضت للتخدير وأن مفاتيحها أخذت منها بينما هي فاقدة الوعي. تتساءل هل دس لها عبد الغني مادة مخدرة في كأس الشاي الذي أعدته؟ هل كان يريد التخلص منها أم أن ما كان يهمه أن يستولي على تلك الوثائق وأنه لما اكتشف مكان الكنز لم يترك منه شيئا؟ تلوم نفسها الآن بحرقة لم تعهدها من قبل، لما فتحت له باب منزلها؟ عبد الغني الذي كان طفلا والذي كانت تعرفه صار شخصا آخر لا تعرف عنه شيئا. من مسجد القدس رفع آذان صلاة الظهر. أدركت أكثر أن الذي حدث الليلة الماضية بحجم كارثة حقيقية. عادت لتسأل نفسها إن كان عليها أن تبلغ الشرطة أو أن تتصل بولدها خير الدين، ثم بدا لها أن تلجأ إلى جارتها الأقرب، إلى رابحة. أليست من تدعي منافذ إلى الغيب والمستور؟ أليست من بشرتها أكثر من مرة بأنها ستعثر على كنز في بيتها؟ ها هي تلك البشارات تنقلب نكبة حقيقية أصابتها. غسلت وجهها وأصلحت ملابسها، نظرت مرة أخيرة في المرآة المعلقة فوق المغسلة، رأت أن تقاسيم وجهها حزينة. حاولت أن تبتلع حزنها ثم خرجت، عبرت الشارع وقرعت جرس باب رابحة. انتظرت أن تطل عليها من نافذة الطابق الأول كما كانت تفعل كلما طرقت بابها، ولكنها لم تطل. عاودت قرع الجرس مرة ثم مرات ولكن رابحة لم تظهر. قد تكون خرجت لقضاء غرض ما ولن تتأخر في العودة. كذلك طمأنت نوريا نفسها وعادت إلى منزلها. أشياؤها المبعثرة في غرفة نومها تذكرها بالكارثة التي حلت بها. أحست وكأن يدا خفية تحرك السكين في الجرح الغائر في أعماقها. أطلت عدة مرات من النافذة علها ترى أثرا لعودة رابحة، ولكن نوافذ منزلها ظلت مغلقة. تذكرت أنها لم ترها منذ عدة أيام وقبل أن يأتي عبد الغني. آه لو تمسك به. غابت شمس ذلك اليوم ولم يظهر أثر لرابحة. حاولت جمع ما تناثر من أغراضها على أرضية غرفة النوم. لم يعد لديها الآن ما تخشى عليه السرقة. استقر رأيها على أن لا تخبر أحدا بالذي حدث وأن تتولى بنفسها البحث عن عبد الغني. تظن أن الطرق التي توصل إليه ليست كثيرة ولا متشعبة. فكرت في التوجه إلى وهران، وكانت زيارتها الأخيرة إلى هذه المدينة تعود إلى تاريخ وفاة شقيق زوجها والد عبد الغني، ولكنها تذكر جيدا أنهما توجها إلى حي سيدي عقبة. تذكر أيضا أنهما مرا بمكتب بريد المدينة الجديدة. لا يخمرها شك في أنها ستستطيع الوصول إلى منزل عم ابنها خير الدين. كانت نورية خياطة حي شلعلع بالمدية تعمل بالمثل الذي يقول لا ينبغي وضع البيض في سلة واحدة، وكانت تضع ما تدخره من مال في قدر بالية تشغل منذ سنين زاوية في أحد رفوف المطبخ. أحست بأن الصداع الذي استيقظت به بدأ يخف. تحاول تجاوز صدمتها وامتصاصها.
الوقت وقت ملاحقة الذي سرق كل ما كانت تكنزه من ذهب وحلي ثمينة، ومعها تلك الوثائق التي تجعلها على بينة مما سيؤول إليها وإلى ولدها من نصيب في الأرض التي تركها الجد محي الدين برقوق. أمضت ليلتها في إخفاءات متقطعة، ولما اقترب الفجر وضعت في حقيبة بعض الملابس وأخذت من القدر القديمة ما يكفيها لسفرها الذي تظن أنه لن يتجاوز الأسبوع الواحد. طويلة كانت مدة الرحلة من المدية إلى وهران. كان الجو ربيعيا ولكنه يحمل الكثير من طلائع أيام الصيف شديدة الحرارة. وصلت وهران عصرا، ركبت سيارة أجرة إلى حي سيدي عقبة. المشهد العام لم يتغير، وكأنها مرت من هناك بالأمس القريب. مرت من أمام بريد المدينة الجديدة وتذكرت عباس زوجها، لقد مر معا من هنا حين جاء لحضور جنازة أخيه. الأزقة لم تتغير، بل خيل إليها أن الجدران لم تحظى بلمسة صباغة منذ ذلك التاريخ البعيد. ثم ظهر لها منزل عائلة برقوق. تقدمت تحمل حقيبتها وطرقت الباب. أطلت امرأة من نافذة بالطابق الأرضي، ولما التقت نظراتهما ابتسمت نورية. فتح الباب فإذا بتلك التي أطلت واقفة أمامها. كانت ملامحها تشي بأنها تنتظر أن تعرف منها من تكون وما الذي تريده. لم تجعل انتظارها يطول. سألتها أولا إن كان هذا منزل عائلة برقوق. ردت المرأة أنه هو. إذ ذاك أخبرتها بأنها نورية أرملة العم عباس، وأنها وصلت لتوها من المدية. رحبت بها المرأة وكانت شابة، قدرت نورية أنها لم تبلغ 30 بعد. علمت منها أنها زوجة عبد الغني. فضلت نورية ألا تخبرها بأنه جاء إلى منزلها في المدية، وأنها تبحث عنه بعد أن اكتشفت أنه خدرها وسرق منها مجوهراتها ووثائق أرض طفراوي، الإرث المشترك بين أبناء الجد محي الدين برقوق. سألتها عن زوجها فأخبرتها بأنه في سفر إلى تونس منذ ما يقرب من الشهر، وأنه كثير السفر إلى هناك وإلى ليبيا أيضا للتجارة. لم تقل شيئا عن طبيعة تلك التجارة التي يقوم بها عبد الغني برقوق بين تونس وليبيا. فاجأها ما قالته المرأة واسمها يقود. تساءلت إن كان عبد الغني زعم السفر إلى تونس ليضلل زوجته عن وجهته الحقيقية. تظاهرت بأنها صدقتها، وقدمت لأسئلة أخرى بأنها اشتاقت إلى كل أفراد العائلة. سألتها عن مراد الشقيق الأصغر لعبد الغني، ذاك الذي قال إنه هاجر إلى فرنسا. أبلغتها بأنه مات في حادثة سير قبل 5 سنين. علمت منها أن البنتين سافرتا إلى تونس ولم يعد معروفا مصيرهما. كان فيما قاله عبد الغني الكثير من الكذب. مع ذلك فإن نورية لا تسلم بصدق كل ما قالته ياقوت. أمضت المرأتان جزءا كبيرا من الليل في الحديث عن العائلة، عن ماضيها وحاضرها وذكريات تلك الزيارات التي كانت متبادلة قبل العشرية السوداء. ثم آوت ياقوت إلى غرفة نومها بعد أن أعدت فراشا في الغرفة المجاورة لضيفتها القادمة من المدية. ينتاب نورية إحساس غريب بأنها ستجد عبد الغني وأنها ستسترجع ما ضاع منها. يخبرها ذاك الإحساس بأنها فعلت ما يجب أن تفعله بقدومها إلى وهران، وأنه سوف لن يتأخر في الظهور. غلبها النوم ورأت في المنام أنه جاء يحمل في يده ما سرقه منها. لا تدري كم نامت لما سمعت بابا منزلي يقرع بقوة. ظنت أول الأمر أنها تحلم، ولكنها سرعان ما تبينت أن هناك من يقرع الباب بقوة غير مألوفة. أنير الممر المفضي إلى الباب ورأت ياقوت بمنامتها تسرع الخطوة نحوه. سمعتها تقول من؟ من وراء الباب جاء صوت أجش، البوليس، افتحي افتحي الباب وإلا كسرته. أحست ياقوت بحركة خلف الباب
تشي بأن هناك أكثر من شخص واحد. عاد الصوت يكرر أنه سيكسر الباب إن لم يفتح. من حيث هي سمعت نورية صلصلة المفاتيح ثم صوت خطى تندفع داخلة. وقفت بباب الغرفة حيث كانت نائمة. تراجعت ياقوت إلى الوراء. وقع نظر نورية على عبد الغني وكان مكبلا إلى يد امرأة. لما رآها فغرفاه دهشة، ثم رأت وجه المرأة التي كبلت معه. لم يكن وجها غريبا لديها. اقتربت قليلا فأيقنت أنها رابحة جارتها العرافة. دلف إلى غرفة النوم شرطيان يفتشان عن شيء ما. دنت نورية من عبد الغني، نظرت في عينيه حتى كادت تخترقهما، ثم قالت له: لماذا فعلت ذلك؟ أطرق ولم يرد. كان الشرطي الممسك بهما يتابع حذرا ما قالته نورية التي التفتت إلى رابحة، نظرت إليها بكثير من الاحتقار وقالت لها: لقد طرقت بابك مرات قبل يومين، الآن أعرف أين كنت ومع من كنت، والآن فقط أدركت تلميحاتك وبشاراتك تلك، كنت أنت من اكتشفت الكنز وسرقته. كانت تنظر إلى الجدار ولم ترد. لما خرج الشرطيان من غرفة نوم ياقوت، قال الذي كان يحرس عبد الغني ورابحة إن هذه العجوز تعرفهما، وكذلك طلب منها أن ترافقهما إلى مركز الشرطة، وكأنها كانت على موعد مع انجلاء الحقائق من حول سرقة مدخراتها وتلك الوثائق التي خلفها زوجها. علمت أن ياقوت لم تكن تعلم ما كان يقوم به زوجها. كان لصا محترفا متخصصا في الحلي والمجوهرات، وكانت رابحة شريكة له منذ سنوات تدله على البيوت التي تمتلك رباتها مدخرات من ذهب ومجوهرات، تسرق المفاتيح وتأتيه بما يكفي من المعلومات لتنفيذ عملية السرقة. في اعترافاته أقر بأن رابحة كانت تمده بكل أخبار أرملة عمه، وأنها من استنسخت المفتاح الذي استعمل في محاولة السرقة الأولى التي تولتها بنفسها. اعترف أيضا بأنها من أحضرت المخدر الذي دس في كأس الشاي، وأنها شاركت في عملية تفتيش غرفة نوم جارتها، وأنها من أخفت المسروقات. تبين من أقوال عبد الغني ورابحة أن المسروقات لا تزال في منزلها في المدية، وأنهما كانا ينويان بيع الحلي والذهب على دفعات. قال عبد الغني في اعترافاته إنه كان يريد بيع الأراضي التي خلفها جده باستعمال الوثائق الثبوتية التي سرقها من أرملة عمه وأن يزور أخرى. لم يعد بإمكان نورية أن تخفي عن ابنها خير الدين، أبلغته بكل شيء، وكان سندها الأقوى في تلك المساعي التي طالت لاستعادة الكنز الصغير لوالدته. استغرق الأمر نحو عام، وصدر حكم بالسجن النافذ 15 عاما في حق عبد الغني، وثمانية أعوام في حق شريكته رابحة المتلفعة بلفاع العرافة. نبش خير الدين في موضوع الأرض التي تركها جده محي الدين برقوق، وتمكن بعد مساعي مضنية من أن يقسمها بين ذوي الحقوق. في العام 2011 توجهت نورية إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج. كان سفرها الأخير، إذ توفيت هناك بعد وعكة صحية ألمت بها. تاكسي كبير. لما تقدم الغالب نقوب لدى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء سيارته، تلك التي كان يستغلها كسيارة أجرة من الحجم الكبير، كان ذلك في 30 مايو من العام 2002، قال إن آخر عهده بها لما ركنها في شارع مولاي علي بوغالب في حدود 4 عصرا. قال إنه اعتاد أن يركنها هناك وأن يأتي شريكه في العمل ليتسلمها. كانت لديه نسخة من المفاتيح، بينما يعلمان دون غيرهما مخبأ يخفيان فيه أوراق السيارة هو تجويف أسفل قمطر القيادة. قال إن صاحبه واسمه مصطفى بوطابة جاء إلى بيته يبلغه بأنه لم يجد السيارة مكانها. كان الرجل في حالة صدمة،
لا أحد يستطيع أن ينكر على الغالي ولا على صاحبه مصطفى ما أبدياه من قلق وخوف. فالسيارة المختفية والتي يبلغ عمرها 25 عاما هي مورد عيشهما. كان يعتنيان بها، وكانت تتميز عن نظيراتها حين تصطف معها في محطة التاكسيات الكبيرة. وكثيرا ما نودي على الغالي بمل عروسة. كان يضحك، يعلم أن الذين ينادونه بتلك الصفة إنما يفعلون تحببا أو تعبيرا عن حسد دفين. في جملة ما أبلغ الغالي عن ضياعه زيادة على أوراق السيارة 10,000 درهم، قال إنه أودعه في عمق ذلك التجويف حيث يودع وثائق السيارة. ولقد أقر مصطفى بأنه كان يعلم بوجود ذلك المبلغ الذي كان موجها إلى صاحب محل لبيع قطع السيارات المستعملة كتسبيق عن محرك إضافي كان يعتزمان شراءه لإصلاح المحرك الموجود في السيارة. عدا رقم تسجيل السيارة ورقمها كسيارة أجرة، لم يكن بمقدور الغالي أن يقدم أي معطيات أخرى حول سيارته التي تبخرت. يومين بعد الذي حدث في شارع مولاي علي بوغالب، تقدمت إلى مركز الشرطة فتاتان تبلغان عن تعرضهما لمحاولة اختطاف من قبل سائق سيارة أجرة كبيرة استوقفتاها بالقرب من محطة القطار في حدود 10 ليلا. قالتا إنهما قدمتا من الدار البيضاء وكانتا تريدان الذهاب إلى أقرباء لهما يسكنون في شارع 20 غشت. ولما ركبتا في الكرسي الخلفي للسيارة وأبلغتا السائق بوجهتهما انطلق، وقد لاحظتا أنه يسوق بسرعة غير عادية. ثم بعد مسافة توقف لأحدهم وأركبه بجانبه ثم استأنف السير. لاحظت إحدى الفتاتين، كان قد سبق لها أن زارت عائلتها، أن السائق يمضي بهما في اتجاه غير الاتجاه الذي ينبغي أن يمضي فيه. نبهته مرة لم يرد، ثم أخرى. استدار الذي بجانبه وابتسم كاشفا عن طقم أسنان منقوص وما بقي منه اسود لفرط التدخين. لم يقل كلمة واحدة، فقط أشهر في وجههما سكينا صغيرا ومرر سبابته على شفتيه. كان السائق يهم بالانعطاف يسارا ليلج شارعا ضيقا يتفرع عن شارع محمد الخامس. اضطرته السيارات القادمة من الاتجاه الآخر إلى التوقف. في تلك اللحظة اندفعت الفتاتان إلى الخارج وركضتا عائدتين إلى الشارع الكبير. لحسن حظهما أنهما لم تصابا، ولكن حقيبتيهما بقيتا في صندوق الأمتعة لتلك السيارة. لم يكن ليخفى على مسؤولي الأمن في القصر الكبير احتمال وجود رابط أو علاقة ما بين سرقة سيارة الأجرة الكبيرة التي يستغلها الغالي بنقوب وشريكه مصطفى بوطابة ومحاولة الاعتداء التي تعرضت لها الفتاتان. قد تكون هي السيارة نفسها يستعملها الذي سرقها في تنفيذ جرائمه التي قد يكون منها ما تعرضت له الشابتان. إحداهما، تلك التي تقدمت أولا إلى السيارة، قالت إن السائق كان يضع على رأسه كاسكيت به علامة شركة معروفة لصناعة الألبسة والمعدات الرياضية. أضافت أيضا أن بوجهه لحية تعود إلى بضعة أيام، وأنه كان يرتدي قميصا فاتح اللون به خطوط متشابكة، كانت خطوطا عريضة لافتة للانتباه. لم تقدم الفتاة المزيد. لما سار الخبر في أوساط سائق سيارة الأجرة، قال الأقدمون منهم إن الحرفة اخترقت وصار كل من هب ودب سائق تاكسي. ولم يتردد بعض منهم في أن يلعن الزمن الذي ولج فيه مهنة سائق التاكسي من لا أخلاق لهم. على مدى عدة أيام شغل أحاديث الناس ما راج حول تعرض الفتاتين لمحاولة خطف، يرون أن لهم الحق في الخوض في الموضوع والإدلاء برأيهم. في نهاية الأمر يرى كثيرون أن ذاك الذي حدث ضرب في الصميم مهنة أساسها الثقة والأمان. ثم مرت بضعة أسابيع دون أن يحدث ما يذكر بحادثي سرقة سيارة الأجرة الكبيرة ومحاولة الاعتداء على الفتاتين. في يوليوز في 8 منها كان أحد الضباط المتابعين لهذه القضية
يمر بجوار محطة القطار في القصر الكبير. كان رجلا يعشق القراءة، وقد استوقفه مشهد أحدهم يبيع كتبا مستعملة على الرصيف. لم يكن مألوفا أن تباع الكتب المستعملة في ذلك المكان. تقدم ووقف يقرأ. كانت كتبا إسبانية هي قصص لكتاب معروفين، ثم بضعة كتب بالفرنسية والعربية. أخذ أحد تلك الكتب وراح يقلب صفحاته، بدا أنه قرر أن يشتريه. سأل الذي وضع تلك الكتب أمامه عن الثمن. 5 دراهم، قال الرجل الذي لم يكن ليتجاوز عمره 30. أخرج الضابط 5 دراهم ومدها إليه. جال بنظره جولة أخيرة عبر تلك العناوين الموضوعة على الرصيف، ثم مضى. كاد ينسى أمر ذلك الكتاب، ثم في المساء لما عاد إلى البيت تناوله. كانت مفاجأته كبيرة أن يجد مكتوبا في الوجه الداخلي للغلاف اسم واحدة من الفتاتين اللتين أبلغتا قبل نحو 2 شهر عن محاولة الاعتداء التي تعرضتا لها من قبل سائق سيارة الأجرة الكبيرة. خالجه الشك. أمضى جزءا من الليل يفكر في الأمر. لم تكن الفتاتان أبلغتا عن كتب، وفي المحضر تمت الإشارة إلى حقيبتي سفر بهما أغراض شخصية. لم يكن هناك تفصيل لتلك الأغراض. انهمك الضابط في قراءة الرواية، أخذته بعيدا، ثم كما يحدث لكثيرين من مدمني المطالعة استرخى ثم استسلم للنوم. في الصباح لما حل بمكتبه كان أول ما قام به أن استخرج محضر شكاية الفتاتين. تطلب الأمر منه ربع ساعة. الاسم هو هو، حتى إن التوقيع الموضوع على غلاف الكتاب كما يفعل تلاميذ وطلبة كثيرون هو التوقيع نفسه الذي مهرت به الفتاة ورقة المحضر. ليس هناك من شك، الكتاب يعود إلى تلك الفتاة، ويتعين الآن معرفة كيف وصل إلى ذلك الذي وقف يبيع تلك الكتب القديمة قرب باب محطة القطار. أبلغ الضابط رئيسه بما وقع عليه. استبعد القبض على بائع الكتب ذاك، وتقرر العمل على اتخاذه سبيلا أو طعما للوصول إلى الجانيين. عصر ذلك اليوم توجه الضابط إلى محطة القطار. كان ذلك الثلاثيني بصدد وضع ما لديه من كتب مستعملة على الرصيف. إلى جانب الكتب وضع 2 أزواج من أحذية وساعة منبهة فقدت غطاء الكوة التي تأوي البطارية. تقدم الضابط ووقف عند الكتب الموضوعة على الرصيف، ثم نظر إلى الذي يبيعها فاكتشف أنه لاحظ وجوده ولعله تذكره. ابتسم له الضابط ثم دنا منه. هل لديك كتب أخرى غير هاته؟ نعم، لدي بعض الكتب لم أستقدمها معي، تركتها في البيت. هل يمكنني أن أراها؟ نعم، إذا مررت من هنا غدا فستجدها معي. كان الضابط في الموعد، وقد جاء الرجل ب8 كتب فيها قصتان بالفرنسية ومطبوع في تاريخ الأدب العربي. لاحظ الضابط أن المطبوع يحمل نفس اسم تلك الفتاة، ثم سأله عن مصدر كتبه. قال إنه اشتراها من شاب يعمل في المحطة الطرقية. إذ ذاك كشف الضابط عن هويته، وخير الثلاثيني بين أن يتعاون مع الشرطة أو يعتقل ويتابع بحيازة أشياء مسروقة. اختار أن يتعاون، وتم وضع خطة لاستدراج ذاك الذي يعمل في المحطة إلى الفخ، وقد طلب منه أن يأتيه بملابس نسوية إن تأتى له ذلك. وعده بثمن مغر، وأوحى إليه بأن لديه زبونات تنتظرن. بلا احتياط ولا حذر جاءه ظهرا إلى منزله يحمل حقيبة حشاها ملابس نسوية. أراد بائع الكتب المستعملة ذاك الذي يسمى بوشعيب أن يتفحص الملابس قطعة قطعة، ولكن الذي جاء بها بدا مستعجلا وقال له إنه يبيع الحقيبة وما فيها 200 درهم. ضحك بوشعيب، وبلغت الرسالة إلى ذاك الذي جاء بالحقيبة، ومن تلقاء نفسه قال إنه يقبل 100 درهم. أضاف أن ما يجعله أن يقبل أن ما لديه من حشيش قد نفذ،
وأنه يريد شراء كمية جديدة وعلبة سجائر. كان الضابط وبرفقته أحد مساعديه يتابع من غرفة مجاورة ما يدور بين بوشعيب وصاحبه، سيعرف لاحقا أن اسمه عز الدين بن بوغالب. ثم لما أحس به يريد أن يغادر وقد قبض 100 درهم خرج عليه وأوقفه. قام مساعده بتصفيده واقتيد سريعا دون ما إثارة الانتباه إلى سيارة مموهة كانت تنتظر غير بعيد. لما أجلس أمامه كان متأطئا، أمره الضابط بأن يرفع رأسه وينظر إليه، وقد فاجأه بأن سأله عن سيارة الأجرة الكبيرة التي سرقت. لعله لم يكن متوقعا مثل هذا السؤال، وقد رد دون أن يفكر في رده بأن عبد السلام هو الذي سرقها. عبد السلام من؟ الميكانيسيان، قال عز الدين. أفادت أقواله بأن سارق سيارة الأجرة هو مساعد الميكانيكي الذي كان الغالي بنقوب ومصطفى بوطابة قد تعود على تسليمه سيارتهما للقيام بأعمال الصيانة. لما قبض عليه كان في الورشة، وقد اعترف بأنه سرق السيارة بدافع استعمالها للحصول على دخل إضافي، ولم يكن له أن ينكر محاولة الاعتداء التي تعرضت لها الفتاتان. ثم قال إنه شرع في بيع السيارة أجزاء. في عرصة بضواحي القصر الكبير اكتشف ما بقي من السيارة. كانت العروسة بلا أبواب ولا مقاعد، حتى المقود افتك وبيع. كان حاضرا مصطفى بوطابة، وتحت نظرات مندهشة لمن كانوا حاضرين مضى إلى ذلك التجويف تحت قمطر القيادة واستخرج أوراق السيارة وظرفا به 10,000 درهم، وبدأت المتابعة القضائية للضمينين.